خير الأنام، كل من صلى عليه منكم لا يضار، فبشروا من قد رآه في المنام. يا حبيبي يا رسول الله، يا جد الحسنين، يا كحيل العين، يا أبا البتول، حبي لك أطول. Thank you.
واحد الله. يا الله يا الله يا الله يا الله.
الحبيب نور العيون نور العيون وللقلوب طبيب في الأرض محمد وفي السماء عند الإله عند الإله مقرب محبوب لي فيك يا أرض الحجاز حبيب نور في الأرض محمد في الأرض محمد وفي السماء في الأرض محمد وفي السماء محمود قد جاء بالقرآن قد جاء بالقرآن وحيا شرعا شريفا شرعا شريفا شرعا شريفا ليس فيه لغوب قد جاء بالقرآن قد جاء بالقرآن شرعا شريفا شرعا شريفا ليس فيه لغوب قد جاء بالقرآن قد جاء بالقرآن قد جاء بالقرآن وحيا صادقا شرعا شريفا شرعا شريفا ليس فيه لغوب اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا أهل الرسول يا محمد يا طبيبي يا أهل الرسول يا محمد يا حبيبي يا أهل الرسول
فلنتوجه إن شاء الله تعالى قليلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، اجعلنا من الذاكرين، اجعلنا من الخاشعين، اجعلنا نموت في سبيلك. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من البكائين من خشيتك. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، كلنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، إله الحق آمين. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، احشرنا ومن كان هذا المجلس على نيته، أخونا مصطفى رحمه الله تحت لواء حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين، إنه مات في سبيلك يا أرحم الراحمين، اللهم فاجزه خيرا يا أرحم الراحمين، اللهم واحفظ ذريته وأهله يا أرحم الراحمين، وأقاربه وإخوته يا أرحم الراحمين، اللهم واحفظنا جميعا يا أرحم الراحمين، حتى نجاهد في سبيلك يا أرحم الراحمين. قولوا يا الله 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 يا
خفت من خشية الله. اللهم فاجعل عيوننا تبكي من خشيتك، واجعل عيوننا تحرس في سبيلك، تدافع عن دينك أجسامنا يا أرحم الراحمين، تدافع عن دينك أجسامنا يا أرحم الراحمين، تدافع عن دينك بألسنتنا وأجسامنا وجوارحنا وأرواحنا. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نخطئ بالليل والنهار وأنت تغفر لنا وتعفو عنا يا أرحم الراحمين وتسترنا، وأنت الذي تتجاوز عن زلاتنا بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار.